السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الثاني من دورة البروجكت بلاننج باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجكت. دلوقتي هنتكلم عن ازاي ان احنا ننشئ مشروع جديد او ننشئ بروجكت جديد من القالب. لو بصينا احنا اول ما بنفتح البرنامج بيفتح لنا الواجهة اللي قدامنا دي، زي ما شايفين ان هو البرنامج بيوفر مجموعة من القوالب الجاهزة اللي احنا ممكن ننشئ من خلالها البروجكت او المشروع بتاعنا. كل دي قوالب جاهزه، وهقول لكم لو في بعض الناس منكم كما بعد كده هعرفكم ازاي لو في مشكله عندكم في استعراض القوالب دي، هقول لكم ازاي تحلوا المشكله ان شاء الله. طيب، استخدم ايه من القوالب؟ عندك قوالب كتير جدا ممكن ان انت تستخدمها، انا بفضل القالب انا محضره لكم كده كمثال ممكن نطبق عليه. اوله كلمه تريننج كده، انت مجرد بس كتبت حتى اسم البروجكت فبيطلعه لك، ادي اسمه تريننج رول اوت انتيتيف اند بلان. انا بس كتبت اول كلمه اللي هي تريننج دي وطلع لي اسم البروجكت عندي او اسم الفايل عندي، بس هضغط عليه ضغطه واحده. مجرد ان انت تضغط عليه ضغطه واحده بيفتح لك هنا واجهه، الواجهه دي بيسالك فيها تحديدا عن تاريخ بدايه المشروع. انت يعني مفترض ان انت بتعمل بلاننج او بتعمل تخطيط لمشروع معين، فمفترض ان انت اكيد مش بتعمل بلاننج في اليوم اللي هيبتدي فيه المشروع، فغالبا مثلا بيكون المشروع هيبتدي مثلا كمان اسبوع كمان اتنين شهر. في ناس وفي مؤسسات بتعمل بلاننج او تخطيط قبل ما يبتدي المشروع مثلا ممكن بسنه ولا حاجه او باكتر من كده كمان، طبعا في المشاريع الكبيره. فطبعا من هنا ممكن تتحكم في الستارت ديت او تاريخ البدايه. خليني مثلا انا بسجله، خليني مثلا اعمله من اول شهر 4/2016 مثلا، 1/4/2016، وبعد كده هعمل كرييت عشان يعمل يبدا يعمل البروجكت فروم تمبلت. وخليني بقى نشوف البروجكت ده ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان هو اضاف او عمل لي بروجكت فروم تمبلت، وانا ممكن طبعا ان انا اعدل فيه، لكن طبعا ده يعني يعتبر غير محبذ تماما مع البروجكت بلاننج، لان هتلاقوا ان الموضوع معقد قوي ان انتم تعملوا منه بروجكت، وطبعا حسب راحتك يعني. احنا كنا الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن واجهه البرنامج، وكنا اتكلمنا عن الجانت شارت وعن التايم لاين، لكن ما كانش في قدامنا ليهم تطبيق. زي ما انتم شايفين كده في الجانت شارت دلوقتي، زي ما قلنا الدرس اللي فات ان هو قاسم الشاشه عندك الى جزئين، جزء هنا شارت وشارت هنا اسف جزء هنا شيت. الشيت ده عامل زي شيت اكسل كده فيه جدول، والجدول ده لازم تحط فيه معلومات اضافه التاسكس اللي احنا هنتكلم عنها في الدرس القادم ان شاء الله. كل واحده من دي تاسك، وفي طبعا التاسكس او اللي هي التاسكس مقسمه الى اجزاء صغيره، كنا بنتكلم قبل كده عن الورك بريك داون. وهنا زي ما انتم شايفين في الورك بريك داون هنا ان هو التاسك هي الاساسيه، متفرع منها تاسك، متفرع منها تاسكس ثانيه، وحتى تروح كل تاسك متفرع متقسمه الى الفرعي فالفرعي فالاصغر. وده طبعا هو ده الورك بريك داون ستراكشر اللي بيقسم البروجكت لاجزاء صغيره. طيب ادي احنا شفنا دلوقتي ازاي احنا نعمل كرييت للبروجكت فروم تمبلت، ازاي بقى نعمل سيف از او ازاي احنا نحفظ البروجكت ده. عادي جدا زي اي برنامج. هتكلم اولا عن السيف از، هروح على الفايل هنا فاير ريبون بينقلك على الباك ستيج. من السيف از هنا نضغط على السيف از، وبعد كده بنختار هنا ادي الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر بنعمل براوز ونروح نحفظ مثلا، وليكن انا هحفظ مثلا عندي في فولدر مثلا الدوكيمنت كده، وهحفظه مثلا باسم تريننج رول اوت انتيتيف مثلا اي اسم اهوت، وبعد كده هعمل سيف عشان يتم الحفظ. طيب بعد كده النقطة اللي بعد كده هي السيف للبروجكت، ازاي احنا نعمل سيفنج للبروجكت. سيفنج للبروجكت مقصود بيه يعني الفرق ما بين سيف از والسيف العادي، ان السيف از هو انت بتحفظ البروجكت لاول مرة او بتحفظه باسم جديد او في مكان جديد، لكن لما بنعمل سيف، السيف ده مقصود بيه اللي هو حفظ التعديلات. وحفظ التعديلات ده لو انت مثلا غيرت في تاسك، غيرت في تاريخ، غيرت في اي معلومة او مسحت شيء، اضفت شيء، بتحفظه من سيف من هنا، فبيحفظ لك التعديل اللي انت اضفته بالشكل ده. وفضل طبعا انك طول ما انت بتشتغل على مش بس على البروجكت، على اي برنامج عندك، ان انت تعمل سيف طبعا باستمرار، بحيث ان انت تضمن ان لا قدر الله لو حصل انقطاع في التيار الكهربي او حصل اي مشكله، الجهاز عنك منك او حصل مشكله، تقدر تلاقي بياناتها موجوده تاني ما تضيعش منك. شكرا، واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.